هنا يا راه من السكان من هنايا الزباله راه عاميه لينا عينينا، الريحه ما تبر ما تقدش تبرك فيها، وعور دايره الحاله في السطاحات. ايوا هادشي اللي عطى الله. النهار اللي جينا نشوفو لقيناها ماشي ما لقيناهاش، كاينه الزباله من اللي جينا من اللي الله جينا نشوفو لقينا الزباله. ايوا هادشي اللي عطى الله، شغنقولو راه قهرنا الكرا وقهرنا الله وما قلنا نخشو روسنا هنايا. الريحة والضمان نهار اللي يديرو الدخان راه فضيحة، إلا فضيحنا راه يشعلو العافية، ما تقدش تبرك في الديور. والمسؤولين نطلبوا منهم يحيدوها لهدا من الله، راه الجامع كاين اللي باغي يسكن هنا وباغي يصلي ما لاقيش فين يصلي، وما تحلش راه الخنز ديال الزبالة، الخنز ديال الزبالة ما خلاش يحلوا الجامع، مرة ضروري خاص الجامع لهنايا. ايوا هادشي اللي عطى الله. ما حنا ديرنا هي الريحة شوية، كتكون شوية الريحة يعني ما تلوث سيتم عاد الحرارة كتزاد شي شوية ديال شوية الريحة، يعني كيكون كيفاش غنقول لك يعني تكون القضية شوية قاصة، يعني ماشي بحال تكون خدام شي بلاصة يعني نقية ولا كتحل الدخان، يعني حاجة عادية حاجة نورمال، راه التنفس ما تيبقاش عندك تصبر، يعني هذا هو طرد الخبز. خدمت تما كريسو ديال واحد الماكينه تندفعو بها الزبل، وما عندكش فين تمشي عاوتان، هذه هي البلاصه اللي قبلت عليك. انا راه جاي من مدينه، ماشي انا ماشي ولد هنايا، جاي من مدينه اخرى وجيت لهنا باش انا نخدم. المسؤولين يديروا لنا شي بلاصه فين نخدمو نقيه مزيانه، يوفروا للشباب فين يخدموا وفين يستقروا، راه بزاف الناس باغيين يطلبوا خدمه، بزاف اللي عندهم قاريين منهم، انا عندي ديبلوم وخدام في الزباله، حاجه نورمال كاع الشباب تقريبا في المغرب كاملين هكا. الزباله لفتي عليها؟ صافي لفنا عليها، حاجه عاديه.